الطريق ونخمم وين نديرها. عندي واحد طبيبة بينا بينا نقول جو طلاب كم حرز أنا تزرع ازرع ايه. يا فرحت وين البلاصة هذه الحاج جمولة متقينك ايوه جبت عينك ورحت عدتها هكا الزرع هكا ودخلتها وغطيتها وخليتها ورحت المجاهدين خبرتهم الزهر رحت عمر المو عمر المو لقيته هو واحد يقول له الشريف بن هنين هكا نسيت اسمه من عمر قمنت عليه قال لي حفظه وقال لي وش لك شوية مش قد قد قلت له مش قد قد قلت له راني عندي أمانة راني خايف منها الليل ما جاني نهار ما جاني كيفاش؟ قلت له أمانة من المحكمة من الغبار هذوك جيت راني درتها قال لي شوف الليل يكونوا عندي اللي يكونوا عندك فقلت له مالا خويا فتبقوا على خير تعرفين العجوع اروحوا لي في دريه الخضره هذيك هي تاع المجاهدين اللي ما يديروا فيها العهد يتلاقوا فيها الخضره قبل الدربه بعد فوق شوف هنا في عينك انا قلاق نشوف في محمد والاستاذ المغدى ما نقراه فيه كجمل أمني وصلني في عمودي يقول المغرب هكذا هاي لمنة 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 هات لمنة جبتها قعدت يقول في الليلتين درنا اجتماع في الطرح حرسها كل خدامة شكون اللي جملكم؟ هاي الجيش جيش جيش تحرير ايه جيش تحرير سلاح رصطايف اما هو مسكين الله يرحمه وكل ربي يكشفني يبكي يشكيني ياسر يشكيني ياسر وخدمت مع ياسر ومن بعد من بعد الحاجه حكينا عليه من بعد نسولوكم من المسؤول هذا هذه كدته الاحتفال واش وقع في الاحتفال هذا؟ إذا أنا بايتين يقصروا اللي عنده قضية دارها ولا عنده حتى كاينين كاين رجال جابوا نساء جابوا هم لا لا كفاية الحاج قالوا لك قالوا لك عندنا سلاح وما عندوش الرصاص تاعو هذا لقيناه قالوا له إيه إيه وشو شو قالوا الأخضر الأخضر طيب الأخضر الدرب محمد كي قال الأخضر قالوا هني جبتها يهني عن جيبها مع أحمد ومصلحة أنتم قال له إحنا لباس إحنا كعدت لينا راه عندنا مكحلة هذين دبوس يعني سبحان الرصاص هذاك طاح للبندقية هذه مكحلة هذه الرصاص عندنا مكحلة دبوس قال لي في